بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفيديو هذا إن شاء الله باش نوريكم يعني كيفاش تخدم المروحة وكيفاش تخدم الحرارة اللي هي ساعة الحرارة فوق السيارة. العملية سهلة وبسيطة ما فيها شيء. نحضروا يعني حساس نتاع مروحة يعني من الدرجة المنخفضة يعني نتاع 80-85 مش أكثر، لأن نتاع 90 مش يخدم لنا لأن الحرارة ما توصلش 90 عندنا، لأن باش نجربوه في الخزان تاع الماء. نحضروا زوز خيوط اللي هما سالب وموجب في سموها، نستعملوه من البطري. ونحضروا ساعة كما هذه نتاع حرارة نتاع قياس حرارة، ساعة كما هذه. ونحضروا هذه حساس يقيس الحرارة من برا في المحرك، هذا كي تحطوا هكا على المحرك ينجم يعطيك الحرارة الصحيحة، يعني 90% يعطيك هذه. هذا يمشي على النيون برا، حطها في كلاس في البلوك وانت تحط. هذوما الحاجات اللي عندنا. هذه الحساس الحراره هذه نحضروا مروحه كما هذه، نحضروا مروحه كما هذه صغيره ولا كبيره باش نجربوا بها الحساس هذه المروحه وقتاش تخدم. نوري الاولاد اليوم يتعلموا كيفاش تصير العمليه نتاع خدمه المروحه وخدمه حساس الحراره، وكيفاش ياخذ الكهرباء هذه ويبعث للمروحه. الحاجة هذه كان ان شاء الله تجدوها في بقية الفيديو في القناة الثانية، تلقوا لي أنا تحت الفيديو هذا تنزلوا عليه ياخذكم القناة الثانية وتكملوا الفيديو القادم ان شاء الله وتشاركوا فيها وتدعموني فيها باش نكبرها وتولي تفيد الناس كلها.